مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف العاشر، درسنا اليوم عن النظام الغذائي المتوازن، الوحدة السادسة. هل تستطيع العيش بدون غذاء؟ هل سيكون لديك طاقة لممارسة نشاطاتك اليومية إذا لم تحصل على الغذاء؟ هل ستتمكن من مقاومة الأمراض؟ ما أهمية الغذاء في بناء خلايا جسمك وتعويض التالف منه؟ كل هذه أمثلة تطرح عليكم ويجب الإجابة عليها. أولاً، الغذاء في جسم الإنسان: كربوهيدرات، بروتين، ودهون، وماء، ألياف، معادن، وفيتامينات. كل هذه عناصر رئيسية لجسم الإنسان. الغذاء: الغذاء هو مادة سائلة أو صلبة قابلة للهضم، ويمكن أن يستفيد الجسم منها عن طريق تزويد الجسم بالطاقة والنمو والتكاثر وتنظيم العمليات الحيوية مثل التنفس والبناء الضوئي. عناصر الغذاء: كربوهيدرات ودهون وبروتينات. الوظائف التي يحققها الغذاء في جسم الإنسان: أولاً، نمو خلايا الجسم وتكاثرها وتعويض خلايا الجسم التالفة من خلال الغذاء، تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للحركة والعمليات الحيوية مثل الهضم والإخراج والتنفس، مقاومة العدوى وتقوية مناعة الجسم والوقاية من الأمراض من خلال الفيتامينات والمعادن. المحافظة على اللياقة البدنية وقدرة الجسم الفيزيائية والإنتاجية: كل هذه وظائف يحققها الغذاء في جسم الإنسان. العناصر الغذائية في الغذاء: أولاً، عناصر رئيسية أساسية وعناصر غير أساسية. العناصر الأساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها، ولكن يحصل عليها عن طريق الغذاء، وهي بروتينات ودهون وكربوهيدرات وأملاح وفيتامينات وماء. أما التي ينتجها أو يحصل عليها من مصادر أخرى مثل البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية والكبد والجلد، كل هذه تكون فيتامين بي، تكون الكوليسترول، ويكون فيتامين دي. كربوهيدرات: تتكون الكربوهيدرات من ثلاث عناصر: كربون وهيدروجين وأكسجين. تعتبر المصدر الأرخص والأبسط للطاقة في جميع أنحاء العالم، لأنه تحصل عليها من مصادر نباتية وبروتينية. سهولة هضمه وتمثيله بالجسم، سهولة الحصول عليه ورخص ثمنه نسبيا. أقسام الكربوهيدرات: عندي قسمين، قسم بسيط وهو الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز، وقسم معقد سيلولوز ونشا وجليكوجين. الجلوكوز يوجد في الفواكه والحليب والعسل، أما السيلولوز والنشا والجليكوجين يوجد في الخضروات والحبوب وكبد والعضلات والأسماك.
زيادة في تناول الكربوهيدرات هل هي مفيدة أم ضارة؟ لا، هي تسبب أضرار، منها إنها بتتحول إلى وزن زائد أو السمنة، تسبب مرض السكري، ممكن تسول الأسنان بالإهمال في تنظيف الأسنان بعد أكل السكريات. هنا في سؤال بيقول لك فسر، يحتاج العمال الذين يبذلون مجهودا كبير إلى تناول كميات أكبر من الكربوهيدرات. أنا عارف الكربوهيدرات هي مصدر إيه؟ أحسنت، مصدر للطاقة، يبقى بيحصل منها على الطاقة. ما الفرق بين العناصر الأساسية والغير أساسية؟ الأساسية يأخذها الجسم من الخارج ولا يستطيع تكوينها، أما الغير أساسية يمكن تكوينها داخل الجسم. الدهون تحتوي على العناصر الثلاث اللي ذكرت في الكربوهيدرات، وهي كربون وهيدروجين وأكسجين. عندي أنواع من الدهون، زيت وزبدة ودهون حيوانية مثل الحليب. عندي الدهون لا تذوب في الماء ولكن تذوب في المذيبات العضوية زي البنزين والإيثير. مصادرها ممكن تكون نباتية، سمسم وزيت النخيل، زيت الزيتون، زيت الذرة، حيوانية كالحليب والشحوم والزبدة واللحوم. الدهون لها عدة وظائف، أول شيء إنها مصدر هام للطاقة، 1 جرام يعطي 9 كيلو سعر حراري، تحمي بعض أعضاء الجسم الداخلية مثل الكلية، تدخل في تركيب الغشاء الخلوي، تحتوي على فيتامينات تذوب في الدهون زي فيتامين A و D و K و A و E. فسر، بالرغم من فوائد الدهون إلا أن الإسراف فيها يؤدي إلى مشاكل صحية. نعم، تراكمها يؤدي إلى مشاكل صحية، أولها السمنة، ممكن أمراض القلب والشرايين. اختر رمزا للإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. ما المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم؟ أحسنت، الكربوهيدرات. ما المادة الغذائية التي تعطي كمية أكبر من الطاقة لكل جرام من المادة؟ أحسنت، الدهون.